لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئات، ارتفاع الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في أربيل خلال الشهر المنصرم. في موقع كتابات، عبد المهدي يمنح أموال البصرة حصرا لرجل إيران في العراق. في الجزيرة نت، بوتين يرد على ترامب تعليق معاهدة الصواريخ وإنتاج صاروخ أسرع من الصوت. في صحيفة العربية الجديد، القضاء العراقي ينفي تجريم تمجيد صدام، البرلمان صاحب القرار. في القدس العربي، رئيس الحكومة الجزائرية بوتفليقة سيترشح لانتخابات الرئاسة بنسبة 99%. في صحيفة الحياة، بومبيو يسخر من الثورة الإيرانية، 40 سنة من الفشل. الفساد الحكومي سرطان ينهش خلايا الدولة العراقية، وقد استفحل بشكل كبير واستوطن وتجذر، وبات من الصعب استئصاله إلا بثورة شعبية تطيح بالفاسدين في السلطات التشريعية الثلاث، وذيلها السلطة الرابعة الإعلام. وعلى الرغم من تعدد الجهات الرقابية في العراق من مفتشين عامين ولجنة النزاهة والرقابة المالية والقضاء العراقي، وأضيف لها مؤخرا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لكن المصيبة أن جميع هذه الهيئات مشاركة بشكل أو بآخر في عملية الفساد، وأن الذي يحمي الفاسد لا يقل عنه فسادا، والذي يتستر على الفاسد لا يقل فسادا عنه، والذي يرى الفاسد ولا يعلن عن اسمه لا يقل فسادا عنه. وهذا ما تجده مع الأسف في جميع الجهات الرقابية التي تتعامل مع الفاسدين كأشباح، بحسب مقال للكاتب علي الكاش في موقع كتابات. الحقيقة أن ملفات الفساد لا حصر لها، وهي أكثر مما أعلن عنه بحوالي 13,000 ملف، لكن توجد ملفات ذات أهمية كبيرة كلفت العراق المليارات من الدولارات، منها ملف التراخيص النفطية، وهو من أكبر ملفات الفساد، ولا أحد يجرؤ على فتحه لأن الفاسد هو صهر السيستاني المدعو حسين الشهرستاني. وملف المنافذ البرية والبحرية والجوية، أي إدخال البضائع بصورة غير رسمية عبر المنافذ الحدودية، والتي يخسر فيها العراق 8 مليارات دولار سنوياً حسب تصريح النائبة ماجدة التميمي. وملف صفقات الأسلحة للداخلية والدفاع، وملف عقارات الدولة والقصور الرئاسية، وملف مزاد العملة، وملف المخدرات، وملف سرقات نفط الجيارة من قبل الحشد الشعبي، وملف سرقات نفط الآبار المشتركة مع دول الجوار وغيرها. المشكلة أن الفساد يبسط نفوذه على كل مفاصل الدولة العراقية بما فيها الهيئات الرقابية والقضاة، فالفاسد إما يبرئه القضاء أو يقضي ويصفي على الجهة التي تستهدفه. ضحايا الفساد بالآلاف من العراقيين الوطنيين الذين كشفوا الحقيقة. الجميع يجلبون الفساد ويدينون الفاسدين ويعتبرونهم أساس نكبات البلد، حتى يخيل لك إنهم عراقيون وطنيون شرفاء، ولم نجد أحدا منهم يعترف بفشله وفساده. طالما أن الجميع نزيهون ووطنيون وشرفاء، فمن هم الذين خربوا البلاد وعاثوا فسادا؟ الرئاسات الثلاث تعترف بوجود الفساد ولا تسميه، وكل النواب يعترفون بالفساد ولا يسمون الفاسدين، الوزراء بأجمعهم يعترفون بوجود الفساد ولا يسمون الفاسدين، جميع رؤساء الكتل السياسية تعترف بوجود الفساد ولا يسمون الفاسدين، مرجعية النجف تعترف بالفساد ولا تسمي الفاسدين، بحسب الكاتب.
بات الفلسطينيون اليوم الحلقة الأضعف في الاضطرابات الاجتماعية السياسية التي تعصف اليوم بعالمنا العربي، ولعل العراق اليوم والذي يمثل حالة نموذجية للطائفة السياسية والصراعات العرقية والمذهبية المتفشية عربيا، يمثل أيضا حالة نموذجية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، تصفية ممنهجة تستهدف مجالاتهم السوسيولوجية وحقوقهم، مقال الإنسانية والسياسية. هذا مقال للكاتب حسام أبو حامد عن فلسطينيي العراق. تدهورت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بوتيرة متسارعة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003، ودفعوا ثمن لجوئهم المستمر في العراق لتنكل بهم أطراف متعددة. كذلك دفعت هجمات الميليشيات الطائفية التي احتدمت في العام 2013 آلافاً من اللاجئين الفلسطينيين إلى هجرة جديدة نحو تركيا وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والهند وغيرها. أقام الفلسطينيون في معظمها في ظل ظروف قاسية، مهددون بالطرد والاعتقال ولأسباب طائفية وسياسية. اعتبر الفلسطينيون جزءاً من أجندة عربية معادية للعراق، ووفقاً للسفارة الفلسطينية في بغداد قتل ما بين 2003 و2016 أكثر من 300 لاجئ فلسطيني على يد جماعات مسلحة. ومما زاد أوضاعهم سوءاً أن الحكومات العراقية المتعاقبة والخاضعة للوصايتين الخارجية والإقليمية لا تعترف بهم، كونهم يحملون هويات منحت لهم أيام الرئيس العراقي صدام حسين، ولم تمنحهم تلك الحكومات هويات جديدة. مع احتدام الصراع الطائفي بعد تفجير مرقد الإمام العسكري عام 2006، توسل الفلسطينيون الهجرة حفاظاً على أرواحهم، وعلق بعضهم على حدود العراق مع دول عربية مجاورة في الصحراء أكثر من عامين ونصف العام، بعد أن رفضت حكومات تلك البلدان استقبالهم، بينما منعتهم حكومة نور المالكي من العودة إلى بغداد بحسب الكاتب. تقاطر الحديث في الآونة الأخيرة عن توقعات بتوسع وتمدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق، ووصل البعض في تفسير بعض تحركات القوات الأمريكية وبعض المؤتمرات الهزيلة في ولايات أمريكية بشأن دور إيران في العراق. ولقد تنامى هذا الحديث بعدما نشر عن تسليم طلبات أمريكية من قبل قوات الاحتلال الأمريكية بشأن نزع سلاح بعض الميليشيات، إذ تحدث البعض بأن القادم هو صراع حربي إقصائي تقوم خلاله الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد بعض الميليشيات المدعومة إيرانياً. عن الصراع الدولي في العراق كتب طلعت رماح في الهيئة نت: لقد جرى الحديث عن أن الأمريكي أفضل من الإيراني، وسادت لغة ذات انتقام تضاهي تماماً ما حدث حين قالت الميليشيات بأن إيران أفضل من أمريكا. هو وقوع في الخطأ ذاته بدرجة أو بأخرى، ولا يجب الوقوع في مأزق الخيار بين المحتلين كما فعل البعض عند بداية الاحتلال، بل اتخاذ موقف ثالث. الواجب يقتضي الذهاب إلى الخيار الوطني، يجب التوجه إلى تعزيز فرصة التوجه نحو حوار وطني عراقي لا ينحاز لمحتل أياً كان، بل يسعى لبناء خط وطني عام تحتشد خلفه القوى الداعمة والمدافعة عن مصلحة الوطن، وتأسيس موقف وطني مستقل. وذاك هو ما كان جوهر فكرة مواجهة الاحتلال كخيار أول عند وقوع الغزو. فالمقاومة في الأصل والجوهر ليست فعلاً عسكرياً لقتل جنود الاحتلال، بل هي قرار استراتيجي مبني على موقف وطني عام يوحد مواطنيه في مواجهة الاحتلال أياً كان نوعه، لتحقيق الاستقلال وإعادة البناء الوطني. الحل والخط الدائم هو بناء استراتيجية وطنية عامة لا تشتبك مع الحالة المستجدة بين المحتلين إن وقعت، إلا بمنطق وبهدف إعلاء فكرة وخطة البناء الوطني، وهو ما يعني عدم استخدام أي طرف لقوة مجتمعية لمصلحة أي محتل. ترامب على خطى أوباما صفقة إيرانية على حساب العرب، مقال للكاتب محمد قواص في صحيفة العرب اللندنية
تشبه مقاربة ترامب لإيران مقاربة أسلافه جميعاً في احتواء الورم لا إزالته. فهم الطهران سريعاً أن إطاحة ترامب بالاتفاق النووي كمشروط 12 لوزير خارجيته مايك بومبيو هدفها بالنهاية الاتفاق مع إيران. واشنطن لا تريد إسقاط نظام الملالي، ولا تشكل إيران خطراً مباشراً على الولايات المتحدة. تدرك واشنطن ذلك، وتعاملت مع طهران منذ قيام الجمهورية الإسلامية وفق ذلك. تواطأت الولايات المتحدة بخبث في ظل شروط الحرب الباردة، فسهلت إزاحة حليفها الشاه خصم الاتحاد السوفيتي، ورعت وصول الخميني إلى السلطة لتشييد نظام ديني في طهران ضد إمبراطورية الإلحاد في موسكو. تناكفت إيران الخميني مع الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة. كان نظام ولاية الفقيه يحتاج إلى شرعية جديدة. نهل الخميني تلك الشرعية من خطاب ثوري يبشر بتصدير الثورة لإسقاط الشيطان الأكبر البعيد، ويعد بإزالة إسرائيل عن وجه الأرض، ويتوعد أهل المنطقة بزلزال. كذبت طهران. كشفت فضيحة الإيران جيت في ثمانينيات القرن الماضي تقاطع واشنطن وتل أبيب في دعم نظام الخميني في حربه ضد عراق صدام حسين. لا تشكل إيران خطراً مباشراً على الولايات المتحدة، يفسر ذلك الموقف الصقوري الجديد لواشنطن. تتعامل الولايات المتحدة مع إيران في ظل إدارة ترامب بصفتها دولة كبرى وجب التنافس مع نفوذها في الشرق الأوسط. يبدو ذلك جلياً في العراق، بحيث يظهر أن واشنطن تسعى لترميم حصة هناك داخل بلد شبه ساقط في يد إيران. فإذا ما زار بومبيو العراق سراً لساعات، فإن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف يزوره جهاراً لعدة أيام. كثفت الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الماضية الحديث عن ضربها لمواقع الحرس الثوري الإيراني في سوريا والتنافس في استعراض عدد الضربات الإسرائيلية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي كان واضحاً جداً. فالأخير يتحدث عن آلاف الضربات التي تم توجيهها ضد الجيش الإيراني في سوريا في العام الماضي 2018، وهذا كشف لا شك أنه يستهدف إهانة الجيش الإيراني واستفزاز الحرس الثوري للقيام بعمل مقال عسكري ضد إسرائيل مقال محمد زاهد جول يتساءل الكاتب فيه: هل تجرؤ إيران على مهاجمة إسرائيل مباشرة؟ التحرك العسكري الإيراني في جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة هو جزء من التهديد أو رد الفعل الإيراني ضد ما تصفه المشاريع التي تقودها أمريكا بتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة. وكأن إيران تكشف عن بعض جوانب خطتها العسكرية في مواجهة المشروع الأمريكي. فالتحرك العسكري الإيراني في جزيرة أبي موسى هو عمل استفزازي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحمل رسائل تهديد للدول العربية على الخليج العربي، وتهديد مصادر الطاقة وطرقها في الخليج العربي، والتهديد بإغلاق مضائقها بعمل عسكري، فضلاً عن ادعاء قيادة الجيش الإيراني بأنها قد وضعت خططها العسكرية الهجومية بعد أن كانت تعتمد على الخطط الدفاعية بحسب زعمها. هكذا يتضح أن إيران تبادل التهديدات الإسرائيلية بل الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران في سوريا بتهديدات عسكرية ضد إسرائيل إعلامياً، وتمارسها حقيقة على أرض الواقع في الأراضي العربية المحتلة من قبل جيشها وحرسها الثوري، سواء في جزيرة أبي موسى أو في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان. الضربات المتوالية على الحرس الثوري الإيراني هي لضمان التزام إيران بعدم إقامة مصانع صواريخ لها في سوريا، وإبقاء التواجد الإيراني المسلح في سوريا محدوداً بحسب المتفق عليه مع روسيا، والذي تحتاجه روسيا أيضاً لحماية قواعدها العسكرية وحماية أسرة الأسد وجيشها وحكومتها لحين إيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، والذي تعمل أمريكا لإبقائه مستمراً لأطول مدة زمنية ممكنة ما لم تتمكن الدول الضامنة الثلاث
روسيا وإيران وتركيا من فرض حل سياسي تقبل به أمريكا وترضى عنه إسرائيل. في معظم خطبه أمام الجماهير المؤيدة للتغيير في كاراكاس وسائر المقاطعات، يحرص إخوان غوايدو على ذكر الارتكابات التي اقترفها مادورو على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وهو في كل مرة يؤكد للحشود أن فنزويلا يجب أن تكون من أغنى دول العالم وأكثرها رفاهية وبحبوحة، ذلك أن إنتاجها من النفط يزيد على 1,200,000 برميل يومياً، إضافة إلى 850,000 برميل تشتريها 5 مصاف أمريكية، وإلى جانب النفط الغزير الذي تصادر الدولة أمواله، فإن فنزويلا تملك أكبر مناجم للأحجار الكريمة والذهب أيضا. ومع هذا كله، فإن نزوح المواطنين بسبب العوز والفاقة والبطالة لا ينقطع عن عبور الحدود المتاخمة لجاراتها مثل كولومبيا والإكوادور والبيرو. عن الصراع في فنزويلا كتب سليم نصار في الحياة اللندنية. الأمم المتحدة حذرت من مخاطر تسليح 3 ملايين مواطن فنزويلي هربوا إلى كولومبيا خلال السنوات الأربع الماضية، وبما أنهم يؤيدون الرئيس خوان غوايدو مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وكندا والأرجنتين، فهم يعلنون عن استعدادهم لمقاتلة خصومهم في الداخل تماماً مثل ما فعل كاسترو ضد نظام باتيستا. جون بولتون مستشار الأمن القومي وزميله وزير الخارجية مايك بومبيو طرح على الرئيس دونالد ترامب فكرة مهاجمة فنزويلا وطرد الرئيس الحالي وتنصيب الرئيس الانتقالي مكانه. وتؤكد معلومات واشنطن أن غالبية أعضاء الإدارة الأمريكية رفضت تبني هذا الخيار، محذرة من تكرار الهزائم التي منيت بها تلك المغامرات. لهذا نصحت الصحف الأمريكية بضرورة الاتعاظ من النكسات السابقة في الصومال وأفغانستان والعراق. يضيف الكاتب: بقي سؤال المتعلق بازدواجية الحكم، وما إذا كانت هذه الحالة شاذة قد مرت بخبرات مماثلة. المغتربون اللبنانيون في فنزويلا يفاخرون بأن بلادهم شهدت مختلف المسرحيات السياسية بما فيها مسرحية ازدواجية الحكم، وبالمقارنة مع ما يجري في فنزويلا على هامش وجود رئيسين نال كل واحد منهما الشرعية من الكتلة التي تدعمه وتناصره وتتمنى بقاءه. يختصر السؤال الآخر احتمالات قيام الإدارة الأمريكية بالدور الذي قامت به سوريا في ذلك الوقت، أي إرسال طائراتها الحربية لقصف قصر مادورو وإجباره على الفرار إلى كوبا التي ترحب به رئيسا سابقا. نشرت شركة سامسونج في فيتنام فيديو بالخطأ أثار غضب الشركة الأم لعرضه بعض المنتجات التي من المتوقع أن تكشف الشركة عنها في حدثها المرتقب خلال الشهر الجاري. ومع أن الفيديو الذي تم رصده لأول مرة بواسطة XDI Developer لا يظهر الكثير عن جهاز جالاكسي S10 من سامسونج، لكنه يتضمن مقاطع قصيرة من جهاز قابل للطي، ويشير ذلك إلى أن الهاتف الذكي القابل للطي من سامسونج سوف يظهر في حدث سامسونج القادم، مما يضفي مصداقية على تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال الذي قال إن سامسونج ستعرض هاتفها الذكي القابل للطي خلال حدث فبراير شباط في الشركة. وقد تم حذف الفيديو مباشرة بعد نشره من قبل سامسونج فيتنام، ولكن يمكنك مشاهدة الفيديو كاملا حيث يبدو أن أحد المشاهدين استطاع الحصول على الفيديو قبل إزالته. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.